السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ هذه اليارس اللي كلمتكم عليها أمس، هذه تبع واحد من إخواننا من الشباب، ما شاء الله نظيفة. إيش نظيفة؟ جديدة، يعني موديل 2019. للتفاصيل يا شباب، عليها دفعة 8000 وعليها مؤخر 10000، وكل شهر 1300 ريال. السيارة ما شاء الله نظيفة وطيبة وجديدة. اللي يبغاها يتواصل معي يا شباب، أنا بنزلها لكم على الفيسبوك، وزي ما كلمتكم شوفوا ما شاء الله تبارك الله. تفضل تفضل يا حبيبي، روح 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 روح، ما شاء الله ما شاء الله. أيوة أيوة، إذن هذه السيارة يا شباب، وأنا بنزلها لكم، فيها هذه الدقة البسيطة، ما تأثرش. استودعناكم الله.